ما رأيك أنت؟ ألم تقرأ الرسالة؟ قرأتها؟ إنها مليئة بالأخطاء الجسيمة التي لا يقرها الشرع، والتي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام. هذا اتهام لابن تيمية، وواجبك كولي للأمر أن تحاكمه. محاكمة؟ لا لا لا، هذا أمر لا يجب حدوثه. لماذا؟ لأنه شيخ مشايخ مدرسة الحديث. أشفع المنصب لصاحبه وإن كان جاهلا بأمور دينه؟ لا أظن أن عالما مثل ابن تيمية. هو ليس عالما، أنا والقاضي القزويني والصدر سنواجهه وفي حضورك. لتكن إذن مناظرة وليست محاكمة. هذا خطك؟ نعم، أتدرك ما كتبته بيمينك في هذه الورقة؟ ما كتبت كلمة في حياتي قبل أن أدرك معناها. هذا اعتراف يدينك. كيف؟ اقرأ السطر الرابع من رسالتك. السطر الرابع؟ يبدو أنك قد حفظتها عن ظهر قلب. اقرأ كما طلب منك الشيخ المنصوري يا أحمد، ولا تناقش. إن آيات الصفات يجب أن تفهم ألفاظها وعباراتها على ظاهرها لا مؤولة كما يقول الغزالي. وهكذا يا سادة، هكذا جاء هذا الشاب ليعارض حجة الإسلام. نعم، جاء ليعارض حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله. قولوا آمين. آمين. انتظر يا شيخ، انتظر، وضح لنا رأيك يا أحمد. إن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ننفي عنه صفاته، ولا نلحد في أسماء الله الحسنى، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. إنك تدخل نفسك في أمور كبار تعذب بها نفسك. ما رأيك فيما ذهب إليه الإمام الغزالي؟ إذا أخطأ المجتهد فله أجره على الاجتهاد. وما قولك في القرآن؟ القرآن الكريم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا تحدث العامة يا أحمد في مثل هذه المسائل؟ لم أفاتح عميا في شيء من ذلك قط. الرسالة التي وقعت في أيدينا إنما كان يحملها أحد العامة، ورجل من حماة طلب الفتوى مكتوبة. يا أحمد، لقد ثبت عندي براءة ساحتك وصحة اعتقادك. الحمد لله. الله أكبر. آه لك يا دمشق، أتعرف يا شيخي لن يصلح أمر دمشق إلا ماذا؟ حكم جديد. كيف؟ قلاوون لا يستطيع أن يحكم الشام ومصر في وقت واحد، ولذلك علينا أن نجرب حكما جديدا. تقصد من؟ الإسلام يا شيخي يحتاج لقوة جديدة تعيد له مكانته الأولى. أي قوة تتحدث عنها؟ التتار يا شيخي. التتار؟ نعم يا شيخي، نعم، التتار. سلطانهم قازان أعلن إسلامه وسمى نفسه محمودا، ولقد تبعه قومه بعد ذلك. ودخول التتار إلى دمشق سيعيد للإسلام مكانته الأولى، سيعيد مجد بني أمية، سيعيد الحق والعدل لربوع دمشق. أما أنت يا شيخي، أما أنت فستصبح واليا على دمشق.
واليا على دمشق؟ انا؟ نعم يا شيخي. ولكن دون لكن يا شيخي، دون لكن، السلطان قازان يعرف مقدار تأثيرك في الناس، ولو ملأت صدورهم تجاه قلاوون وعرف قازان بذلك لأصبحت من المقربين إليه.